ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إنه الله الرحمن الرحيم، إنه الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وما ينبغي لأحد من مخلوقاته أن يسمى بهذا الاسم أبدا، لابد أن يضيف عليه عبد الرحمن عبد الرحيم، لأن هذا اسم الله وصفة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر اسم الرحمن في القرآن الكريم 57 مرة، وذكر اسم الرحيم في القرآن 114 مرة. أيها الأحبة، الرحمن الذي شملت رحمته الجميع، جميع خلقه، المؤمن والكافر، الجن والإنس والبهائم في الدنيا، لكن رحمته في الآخرة للذين آمنوا واتقوا الله والذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، فرحمته في الآخرة فقط للمؤمنين. أما أن رحمته وسعت كل شيء فهذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة فقد اختص بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإن رحمة الله واسعة كبيرة كبيرة كبيرة، لا يمكن أن نحصيها أو نعدها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولده، وفي رواية: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. يا الله ما أرحمك بعبادك المؤمنين، يا الله أن أخرت لهم 99 رحمة ترحمهم بها يوم القيامة، فكيف لا نعبد الله حق عبادته وهو بنا رحيم. ومن رحمته يا عباد الله أنه فتح باب التوبة للتائبين المنيبين العائدين، فمهما بلغت ذنوبك فكلما أذنبت ذنب واستغفرت الله رحمك الله وغفر لك، ولا يبالي ولا يمل ولا يكل حتى تمل أنت. فكيف السبيل؟ فكيف الطريق أن ننال هذه الرحمة في الدنيا والآخرة يا عباد الله؟ فقد أرشدنا الله الرحمن الرحيم إلى الطريق وإلى السبيل في القرآن الكريم في أكثر من آية. كيف يمكنها أن ننال هذه الرحمة؟ أول هذا الطريق الإحسان. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، المحسنين المتقين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، فتجدهم في سرهم كما هم في علانيتهم، في أقوالهم كما هم في أعمالهم. محسنين، محسنين يحسنون العمل، يحسنون العبادة، يحسنون التقوى، يحسنون القرب إلى الله. فمن كان هذا هو حاله شملته رحمة الله في الدنيا والآخرة، فكونوا من المحسنين يا عباد الله. ومن طرق نيل الرحمة رحمة الله في الدنيا والآخرة الإيمان والجهاد والهجرة. الإيمان أن تكون على يقين بالله عز وجل، وأن تؤمن به، وأن تؤدي حقوق الله عليك. أما الجهاد فأقلها جهاد النفس،
على ترك المعاصي، جهاد النفس على الطاعة، وأعلاها الجهاد في سبيل الله. هنيئاً هنيئاً للشهداء، هنيئاً للشهيد، هنيئاً والله كسب الربح، كسب الربح يا أيها الشهداء. والهجرة أن تهجر معاصي الله، أن تهجر المعاصي كلها وأن تتوب إلى الله. ومن أسباب الرحمة يا عباد الله التمسك بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من أطاع الله ومن أطاع الرسول وسلك منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وكان على السنة نال رحمة الله في الدنيا والآخرة. ومن سبل نيل رحمة الله تعالى أن تتبع القرآن، أن تقرأ القرآن، أن تحفظ القرآن، أن تطبق ما في القرآن، فتنالك رحمة الله. ومنها أيضا: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مجرد السماع، أن تسمع، أن تنصت لقراءة القرآن، أن تخشع وهو يقرأ عليك القرآن، تنال رحمة الله تعالى سبحانه. مش 8 ساعات على مواقع التواصل فإذا ما جاء مقطع للقرآن عديت لعلكم ترحمون في سماع القرآن فقط. فكيف بمن طبقه؟ كيف بمن قرأه؟ كيف بمن حفظه؟ عباد الله، ومن سبل وطريق أخذ رحمة الله تعالى ونيل رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة كثرة الدعاء باسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول: يا رحمن يا رحيم ارحمني وارحم المسلمين. فبها بكثرة هذا الدعاء تنال رحمة الله. ومن الطرق أيضا كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، أن يكون لك وردا يوميا بالاستغفار، والله سيرحمك الله وسيسر لك أمورك وسيفتح عليك باب الرزق ويفتح عليك كل الأبواب بكثرة الاستغفار. أستغفر الله، والله 100 مرة لن تأخذ منك إلا دقائق معدودة، ولن أبالغ أن أقول لن تصل إلى 2 دقيقة. وتنال بها رحمة الله. وما أحوجنا إلى رحمة الله في هذه الأيام عباد الله. ومن أسباب نيل الرحمة بر الوالدين. من بر والديه رحمه الله في الدنيا والآخرة. ومن أسباب رحمة الله الصلاة، الصلاة، الصلاة. من حافظ على الصلاة، من صلى، رحم الله امرأً صلى قبل العصر 4 ينال رحمة. رحم الله عبدا قام الليل فصلى ثم أيقظ زوجته تصلي، نال رحمة. من كان في مصلاه ينتظر الصلاة دعت له الملائكة وقالت اللهم اغفر له وارحم، رحمة. الصلاة يا عباد الله. زيارة المريض تنال بها رحمة الله. الإصلاح بين الناس فيه رحمة من الله تنال بها رحمة الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنال به رحمة الله. ومن أمور نيل رحمة الله والتي نفتقدها في هذه الأيام إلا من رحم الله أن تكون رحيما بخلق الله من الإنس
والحيوانات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. فهل رحمنا إخواننا في غزة من سنة وهم في القصف والجوع والعطش بلا مأوى؟ فهل هذه القلوب تحركت أم اكتفينا بالصمت؟ هل شعرنا بهم أم اكتفينا بالبكاء؟ إذا هلت دمعة من عيوننا، والله إن قلوبنا أصبحت أقصى من هذه الحجارة. الراحمون يرحمهم الله. يا من تريدون رحمة الله، هل رحمتم إخوانكم؟ هل ساندتموهم؟ هل ما تحركت القلوب؟ والله لو تحركت القلوب لانتهى الأمر من زمان، من مدة، من أول الأمر. لكننا ما عادت في قلوبنا رحمة ولا شفقة ولا حنية ولا أخوة ولا ولا ولا